شوف نحكي لكم قصة، صدقني واش راح نقول لكم اليوم. أنا وليدي أنا خرجت من الأكاديمية بنهار خميس، نروح ليه على 12 خرجت من الأكاديمية لأنني كان مخبي عليا أمور اللي كان يحكيهم فقط للوالدة نتاعو. شوف الأمور اللي داروهم له، يعني اللي داروهم له باش يكرهوا له حياته باش يخرج من الأكاديمية. أولا في الأول كانوا يرسلوه عندي يقولوا له قول لباباك ينقص الهضرة، ما زيدش يهضر هكذا وما زيدش يهضر هكذا. وليدي كي جا عندي قلت له ما زيدش توري لي. وليدي 16 سنة في عمره تقولوا له هذا الكلام؟ واش دخل وليدي نهضر في القنوات التلفزيونية نهضر واش نحب أنا؟ قلت له ما تزيدش. تصوروا أنه نهار اللي خرجته من الأكاديمية ذاك النهار سمعت واش داروا له، هذه والله ما هضرتها من قبل اليوم نقولها لكم. عيطت لي الزوجة، عيطت لي قالت لي اسكو راهو يحكي لك واش راهم دايرين له في الأكاديمية. قلت لها ماهوش يحكي لي. قالت لي أولا راهو يدرب التدريبات ماهوش يخلوه يدرب مع أصحابه، أصحابه يدربوه ويقولوا له روح تجري فقط. وحكت لي أمور بزاف داروهم له. التالية اللي نحكيها لكم يندى لها الجبين. تعرف واش كانوا يديروا له؟ نهار اللي اللاعبين أصحابه يدخلوهم ياكلوا، كيدخلوهم ياكلوا يقولوا له أنت قعد برا. كي أصحابه ياكلوا يخرجوا باش يدخلوه هو ياكل. يقولوا روح دخل انت درك تاكل. انتقاما مني لانني ننتقدهم. اسكو تصور هذا الشيء يتصور في العقل؟ وراه مازال وليدي في قيد الحياه يعني، ويجي وتحبوا تسمعوه سمعوه. كي سمعت هذا الكلام انا كنت هنا في العاصمه، رفت التليفون كلمته قلت له وين راك؟ قال لي رانا رايحين نقراو، كانوا خاطرش يقراو ثم عندهم. قال لي عندنا فيزياء على الزوج. قلت له ما كان لا فيزياء لا رياضيات. وجد الكابه تاعك وتسناني عند الباب. في ذاك النهار رحت خرجت وليدي من الاكاديميه وديته.